السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في. مشاهدينا الكرام، كنحييكم على تواصلكم وتفاعلكم. مساء الخير، عطلة نهاية أسبوع موفقة وسعيدة لجميع المتتبعين الأوفياء. مصطفى تونتي، صباح الحمد لله. طرحنا واحد الموضوع للنقاش مع المتتبعين الأوفياء القناة شوف تي في. شنو الرأي ديالكم في بعض البنات اللي كيديروا علاقات غير شرعيه، كيترتب عليها حمل وفي الاخير كيندموا؟ شنو هو السبب اللي كيخلي هاد العديد من هاد الزيجات؟ سي عمر خالد، وعليكم السلام. يعني شنو هو السبب اللي كيخلي العديد من هاد البنات انهم كيدخلوا في واحد العلاقات غير شرعيه؟ يعني كيدخلوا في واحد العلاقات غير شرعيه كيترتب عليها بعض الاحيان اغتصاب، حمل، مجموعة من الأمور، وفي الأخير يعني كيندموا على هاد العلاقات اللي ترتب عليها اغتصاب وترتب عليها حمل. في نظركم المتابعين الأوفياء القناة شوف تي في، شنو هي الأسباب اللي كتخلي العديد من هاد البنات أنهم كيدخلوا في مغامرات عاطفية اللي كترتب عليها يعني علاقات غير شرعية، علاقات غير شرعية كينتج عليها الحمل، كينتج عليها الاغتصاب. سي عمري خالد، تحياتي لك، تحياتنا مجددا للمتابعين الأوفياء القناة شوف تي في. كنحيوهم على التواصل ديالهم والتفاعل ديالهم من خلال هذا البث المباشر من قلب مدينة سطات، عاصمة شاوية. كنحيوكم على تواصلكم وتفاعلكم. المتابعين مشاهدينا الاوفياء، احنا بصدد نقاش واحد الظاهره اجتماعيه، هاد الظاهره اللي طغات واستفحلت بواحد شكل لافت للنظر، اللي هي ظهور العديد من البنات اللي انهم كيوقعوا ضحيه استغلال من طرف بعض الشباب، من طرف بعض الاشخاص. هاد الاستغلال اللي كيكون استغلال جنسي، كيكون استغلال جنسي في بعض الاحيان، اللي كيترتب عليه يعني حمل. في الاخير انه هاد البنات يعني كيندموا على هاد العلاقات الغير الشرعيه. اسباب التعارف يعني كنجبروها متعدده. الغالب ديالها هو هاد الفيسبوك، وسائل التواصل الاجتماعي، الانستغرام، تويتر، فيسبوك، والعديد من هاد وسائل التواصل الاجتماعي اللي كيحاولوا انهم كيتعرفوا على هاد البنات، يعني كيدخلوا في اطار علاقات تعارف اللي كترتب عليها علاقات عاطفيه، علاقات غير شرعيه، وبالتالي كيوقعوا هذوك البنات ضحيه هاد الاستغلال الجنسي والاستغلال العاطفي اللي كيترتب عليه واحد الحمل، وفي الاخير يعني هاد البنات كيندموا. في النظر ديالكم المتابعين الاوفياء القناه شوف تي في، شنو هي اسباب هاد الظاهره؟ شنو هي يعني شنو هي اسباب هاد الظاهره؟ وشنو هي يعني الحلول الكفيلة لمواجهة الظاهرة؟ وبالتالي يعني كنحاولوا أننا المتابعين الأوفياء أننا يعني بغينا نعرفوا الأسباب اللي كتخلي هاد العديد من هاد الشابات لأنهم كيدخلوا في علاقات عاطفية اللي كيترتب عليها الحمل. كنحييكم مجددا متابعي قناة شوف تي في على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم من خلال هاد البث المباشر من قلب مدينة سطات، عاصمة شاوية. ك
كنحيوكم كنشكركم على تواصلكم في القناة شوف تي في. يعني بغينا نعرفوا شنو هي الأسباب اللي كتخلي يعني هاد العديد من الفتيات اللي كيدخلوا في واحد العلاقات اللي هي علاقات عاطفية كيترتب عليها الحمل. بغينا نعرفوا معكم المتابعين الأوفياء القناة شوف تي في من خلال هاد البث المباشر من قلب مدينة سطات عاصمة شاوية، من خلال هاد المباشر اللي يعني رأينا أننا نكونوا واحد دردشة ليلية مع الأحباب مع الأصدقاء مع المتابعين الأوفياء لقناة شوف تي في، اللي طرحنا هذا الموضوع للنقاش مع جميع المتابعين الأوفياء لقناة شوف تي في. شنو في نظركم المتابعين الأوفياء لقناة شوف تي في، شنو هي الأسباب اللي كتخلي هاد العديد من هاد الفتيات لأنهم كيدخلوا في واحد العلاقات، يعني كيدخلوا في واحد العلاقات اللي هي علاقات جنسية كيترتب عليها اغتصاب، كيترتب عليها حمل، كيترتب عليها حمل، كيترتب عليها مجموعة من الأمور. يعني بغينا نعرفوا الرأي ديالكم المتابعين الأوفياء القناة شوف تي في. مجددا متابعي قناة شوف تي في، كنحييكم على تواصلكم وتفاعلكم من خلال هذا البث المباشر من قلب مدينة سطات عاصمة الشاوية، اللي كيف ما كتشوفوا يعني أجواء جميلة، أجواء مثيرة، أجواء ليلية ساحرة ومثيرة من قلب مدينة سطات عاصمة الشاوية. كنحييكم على تواصلكم وتفاعلكم من خلال هذا البث المباشر من خلال هاد الدردشة الليلية مع الأصدقاء مع الأحباب. شنو النظر ديالكم المتابعين الأوفياء القناة شوف تي في في هاد الدردشة الليلية اللي رأينا أننا نطرحوا واحد الموضوع كيمس واحد العديد من الشرائح ديال المجتمع، على الخصوص بالضبط البنات. البنات هاد الفتيات اللي كيكونوا في عمر الزهور، اللي كيكونوا قاصرات، كيتعرضوا للتغرير من طرف بعض الشباب، كيتعرضوا لمجموعه من الامور، كيتم يعني السلاب ديالهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، الانستغرام، العديد من هذه الانواع ديال وسائل التواصل الاجتماعي، وكيوقعوا ضحيه اغتصاب، ضحيه حمل، وفي الاخير يعني كيندموا على هذا، يعني كيوقع واحد الندم على هاد الدخول في هاد العلاقات الغير الشرعية. يعني في نظر ديالكم المتابعين الأوفياء القناة شوف تي في، شنو هي الأسباب اللي كتخلي هاد العديد من هاد الفتيات، وكتخلي العديد من هاد الفتيات اللي أنهم كيكونوا في عمر الزهور أنهم كيدخلوا في هاد العلاقات الغير الشرعية اللي كيترتب عليها حمل، وفي الأخير كيندموا. بغينا نعرفوا الرأي ديالكم المتابعين الأوفياء القناة شوف تي في من خلال هاد البث المباشر من قلب مدينة سطات عاصمة شاوية. كنحيوكم وكنشكركم على تواصلكم وتفاعلكم. في نظركم المتابعين الأوفياء مشاهدينا الكرام، شنو هي الأسباب اللي كتخلي هاد العديد من هاد الفتيات أنهم كيدخلوا في علاقات غير شرعية خارج مؤسسة الزواج؟ هاد العلاقات الغير الشرعية خارج مؤسسة الزواج كيترتب عليها واحد الحمل، هاد الحمل يعني من بعد كيندموا عليه هاد الفتيات. في نظركم شنو هي الأسباب؟ واش أسباب اجتماعية، أسباب اقتصادية، أسباب يعني كتدخل في إطار التربية، في إطار التكوين، ولا شنو في نظر ديالكم المتابعين الأوفياء؟ بغينا نعرفوا الرأي ديالكم بصراحة، يعني بغينا نعرفوا الرأي ديالكم المتابعين الأوفياء القناة شوف تي في بصراحة حول هاد الظاهرة كتمس هاد الفئات. سي عمري خالد تحياتي لك، سي مصطفى توناتي الحمد لله أخي، كنحييكم على تواصلكم وتفاعلكم من خلال هاد البث المباشر من قلب مدينة سطات عاصمة الشاوية. كنحييكم
اللي ارتئينا هذا الموضوع للنقاش المتتبعين الأوفياء، بغينا نعرفوا الرأي ديالكم المتتبعين مشاهدينا الكرام لقناة شوف تي في، شنو هي الأسباب اللي كتخلي هاد العديد من هاد الفتيات أنهم كيدخلوا في هاد العلاقات الغير الشرعية؟ واش هي ظاهرة صحية، ظاهرة اجتماعية صحية، ولا ظاهرة يعني شادة، يعني خارجة عن المألوف؟ شنو التقييم وشنو التحليل ديالكم لهذه الظاهرة الاجتماعية المتتبعين الأوفياء لقناة شوف تي في؟ كنحييكم مجددا متتبعي قناة شوف تي في على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم من خلال إثراء هذا الموضوع النقاش، متتبعي الأوفياء القناة شوف تي في من قلب مدينة سطات، عاصمة الشاوية، سطات الولافة، سطات بلادي. كنحييكم وكنشكركم على تواصلكم وتفاعلكم من خلال هذا الموضوع اللي طرحناه للنقاش مع المتتبعين الأوفياء القناة شوف تي في. مجددا المتتبعين الأوفياء القناة شوف تي في، كنحييكم على تواصلكم وتفاعلكم من خلال هذا الموضوع اللي ارتئينا أننا نناقش. متتبعينا الأوفياء مشاهدينا الكرام، كنحييكم على تواصلكم وتفاعلكم من خلال هذا البث المباشر من قلب مدينة سطات، عاصمة الشاوية. كنحييكم وكنشكركم على التواصل والتفاعل. بغينا نعرفوا الرأي ديالكم المتتبعين الأوفياء القناة شوف تي في من خلال هذا الموضوع المطروح للنقاش، يعني هاد الظاهرة ديال بعض البنات خارج مؤسسة الزواج. كنتظروا التفاعل ديالكم المتتبعين الأوفياء القناة شوف تي في. كنحييكم على تواصلكم وتفاعلكم من خلال هاد البث المباشر من قلب مدينة سطات، عاصمة الشاوية. كنحييكم مجددا على تواصلكم وتفاعلكم. هذه مجمل الأجواء المتتبعين الأوفياء لقناة شوف تي في من قلب مدينة سطات، عاصمة الشاوية. كنحييكم أننا رسائلنا أننا نطرحوا هذا الموضوع للنقاش مع المتتبعين الأوفياء، مع المشاهدين الكرام، حول هذه الظاهرة الاجتماعية ديال لجوء بعض الفتيات لإقامة علاقات يعني خارج مؤسسة الزواج، أنه كيترتب عليها واحد الحمل، من بعد أنه كيترتب واحد الحمل هذوك البنات يعني كيندموا على هاد الامور. يعني شنو في نظركم شنو هي الاسباب اللي كتخلي هاد الظاهره انها كتنتشر؟ كنحييكم مجددا متتبعينا الاوفياء القناه شوف تي في على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم من خلال هاد البث المباشر. كنحييكم مجددا، كنقول لكم امسيه سعيده، عطله نهايه أسبوع موفقة لجميع المتتبعين الأوفياء مشاهدينا الكرام، على تفاعلكم، على تواصلكم، على سعة صدركم والتواصل ديالكم معنا من خلال طرح هذا الموضوع للنقاش اللي هو كيدخل في إطار يعني الطابوهات، الدائرة ديال لا مفكر فيه، اللي هي ظاهرة اجتماعية ديال هاد لجوء ديال هاد الفتيات لإقامة هذه العلاقات خارج يعني علاقات غير شرعية كيترتب عليها الحمل، ومن بعد أنهم كيندموا. شنو هي الرسالة اللي ممكن أنكم توجهوها لهاد الفتيات؟ يعني شنو هي الرسالة ديالكم اللي ممكن أنكم توجهوها لهاد الفتيات بالخصوص؟ كنحييكم مجددا متتبعي قناة شوف تي في على التواصل ديالكم
والتفاعل ديالكم من خلال هذا البث المباشر من قلب مدينة سطات عاصمة الشاوية. كنحييكم كيف ما كتشوفوا، يعني أجواء ليلية مثيرة من قلب مدينة سطات عاصمة الشاوية. كنحييكم على تواصلكم وتفاعلكم من خلال هذا البث المباشر اللي كيف ما كتشوفوا يعني أجواء ليلية رائعة، أجواء باردة من قلب مدينة